فقدنا بعض أرواح الموجودة واضطررنا. لم أدفع ليرة أو دينار أو ريال أو دولار في الدراسة. قدمت حوالي 1000 طلب وظيفة، رفضت كلها. ضيعت وقتي، شقت الورق أوراقي، مزقها ورماها في الزبالة. لنسمع بوضوح أصوات مكبرات الصوت التي كانت تجول المدينة وتقول باللغة العربية: لسلامة العمليات العسكرية نرجوكم فورا مغادرة منازلكم والتوجه إلى الميناء، إلى ميناء يافا. وهكذا حصل، لأن الصوت العربي فهمنا أنه صوت قوات المقاومة العربية، وكانت تريد أن تخلي المنطقة حفاظا على الأرواح. تبين فيما بعد أنها كانت أصوات مدسوسة باللغة العربية، وهي أصوات العدو ليفرغ المدينة من سكانها. ذهبنا إلى الشاطئ وانتظرنا أول سفينة، وصدفة أنها لم تكن سفينة ركاب، بل كانت باخرة للتجارية تحمل بضائع. فصعدنا عليها وجلسنا بين الأكياس والصناديق الموجودة عليها، وتوجهت الباخرة، كان توجهها إلى منطقة، إلى ميناء صيدا. وهكذا كان. فنزلنا، كنا عليها وكان الجو سيء جدا، لدرجة إن فقدنا بعض أرواح الموجودة واضطررنا، واضطروا في بعض الحالات لإلقاء الأرواح في البحر. أما عن شعوري في الموضوع، أنا بطبيعتي، ولنبدأ الصفحة من أولها، أنا أؤمن بأن النقمة يمكن تحويلها إلى نعمة. كنت أنظر إلى وجه والدي المكتئب الذي كان يفكر كيف سيعيش بعد أن فقد كل شيء، بعد أن كان عنده كل شيء. أمي كانت أكثر قدرة على التماسك، فكان تفكيري وقتها ليس في شعوري ولا في نفسي كيف أنتقم لهذا الرجل الذي هو أبي. وقررت يومها أن الانتقام الأفضل بالنسبة إلي. أنا أحترم كل من انتقم بالمقاومة وبأساليب المكافحة الأخرى، ولكني أنا أخذت قراراً أنني أريد أن أتفوق على عدو، أريد أن أنتقم من هذا العدو بأن أكون أفضل منه. وكان هذا هو بداية رسالتي في الحياة، والتي ما زالت لم تتغير. كيف نستطيع أن نثبت إلى العالم أن هذا الإنسان يستحق الحياة، وأنه إنسان مبدع، متفوق، ناجح، وليس كما يزعم بأنه لا يصلح إلا لأن يكون عاملاً وأنه إنسان متخلف. فكانت هذه هي الدافع لي، فشعرت بأنني من خلال هذا الطموح، كيف، والذي لا أعرف كيف سأحققه، بس كان أنا بدي أحكي باللغة الفلسطينية، أنا بدي أغلب عدوي بالقدرة، بالعقل، بالعلم، وليس بالسلاح، وإن كنت أحترم كل وسيلة أخرى أكرر للكفاح. أنا ألقينا في جنوب لبنان، ولا أنسى كرم وفضل وخلق أهل لبنان وبالذات الجنوب، واحتضننا من شعور إنساني ووطني. ولكن أنا كنت أريد أن أكمل تعليمي بالمدرسة،
أقرب مدرسة كانت في صيدا، مسافة ساعتين مشي على الأقدام من وإليها. ما كان عندي بديل آخر، كنت مضطراً أن أسير على قدمي كل يوم قبل الساعة 5 صباحاً. أبدأ الرحلة، رحلة المسير لأتوجه إلى المدرسة قبل 7، وكذلك عودة، وحامل على ظهري نص طن كتب. أيضاً كانت النقمة نعمة، لأن حلي الوحيد لكي أدرس كان أن أكون متفوقاً والأول في الصف. درست كل دراستي من كان عمري 10 سنوات إلى أن تخرجت من الجامعة الأمريكية عام 1960. لم أدفع ليرة أو دينار أو ريال أو دولار في الدراسة، لأنه كنت دائماً أدخل بصفة أنني متفوق وأنني أستحق منحة. ففي أعظم من هيك أنه الإنسان يكون مجبر أن يكون متفوقاً، مجبر أنه يشتغل ويدرس في نفس الوقت، وأن يكون متفوق خصم عنه. هذه فلسفتي في الحياة، أنك تستطيع أن تقلب النقمة إلى نعمة إذا فكرت بإيجابية. إذا أنا كنت مجبر حتى أدخل الجامعة الأمريكية مثلا أن أكون الأول على لبنان في الثانوية كلاجئ فلسطيني، لازم أكون الأول، وكنت الأول لكي أستطيع الالتحاق بالجامعة الأمريكية. عندما انتقلنا من صيدا إلى بيروت، ذهبت إلى مدرسة معروفة في لبنان وما زالت اسمها المقاصد الإسلامية، وكان رئيسها محمد سلام، عم الرئيس السابق المعروف تمام سلام عم. رحت أقدم طلب، قدمت الطلب عند المسجل، مسجل الطلب الريجسترار، عبيت الطلب اللازم وقلت له تفضل. قال لي الرسوم. قلت له ما عندي رسوم. قال لي يعني في مدرسة بتدخلك هيك بدون ما تدفع رسوم تدرس؟ يعني لو كل الطلبة جايك بدهم يدخلوا بدون رسوم ناخذ أكثر من سنة لنفلس؟ المؤسسات تحتاج إلى رسوم لكي تصرف وتستمر. ضيعت وقتي، شقق الورق أوراقي، مزقها ورماها في الزبالة. انتهى أملي بأن أدرس بالدراسة الثانوية؟ لا. سألت من هو صاحب هذه المدرسة؟ قالوا محمد سلام. لهم وين بيته؟ تحريت إلا أن عرفت من بيته. في المساء دقيت على الباب، قالوا له في واحد برا طفل طالب يقابلك ومصر. قال لهم شو بده؟ بقول لا عندي موضوع خاص. قال لي، فتح الباب وقال لي تفضل يا ابني شو الموضوع؟ قلت له انا جاي عندك يعني الله. قال له اللي تفضل حتى نحكي، احكيكم انا على الباب هيدا مش لائق، انا عندي موضوع هام بالنسبه لي. قال تفضل. دخلنا، شرحت له ما حصل معه. قال لي طيب شو بدي اعمل لك؟ كلامه مضبوط، المسجل في رسوم لازم تدفع. قلت له اذا ما عندي رسوم ما اتعلم؟ قالوا انا اذا ما عندي رسوم اسكر المدرسه؟ قلت له انا عندي عرض. قال تفضل. قلت له خذني لفصل واحد بمنحه شخصيه منك معنويه، إذا كنت الأول بالصف بكمل السنة الأولى بالثانوي، مش رح تكلفك ولا فلس لأنه الصف موجود وطالب واحد قاعد على كرسي لمدة فصل. قال لي وإذا ما طلعت الأول؟ قلت له تنتهي المنحة وتطردني. صفى هناك، قال لي
أنا يعني مش مقتنع، بس مقتنع بأنك أنت متأكد كتير من نفسك. قلت له لا أنا مش متأكد، مش قضية تأكد، قضية حاجة، أنا محتاج. الحاجة أقوى من الثقة بالنفس. حاجتي أني أتعلم، بدي أعمل كل ما يلزم لأتعلم. كأخذ ورقة وبدأ يكتب كذا كذا، وصل إلى على أن يكون الأول في الفصل. قلت له لا، الأول في كل مادة وفي مجموع المواد. قال لي عم بتصعبها حالك. قلت له أنا بدي أصعبها، لأني أريد أن أكون مضطراً لأن أتفوق، لأنه هدفي أن أتفوق. فأنا عم بحقق هدفين، التعلم والتفوق. فأرجوك صعبة علي قد ما بدك، حط الشروط اللي بدك إياها. وهكذا حصل. وفعلاً لأني كنت مضطراً بقرار مني أني أتكون هيك، حصل وأتممت دراستي كاملة بمنحة. فكنت بمنحة بالابتدائي والثانوي وبالجامعة. هذا بالنسبة لي فخر. قدمت حوالي 1000 طلب وظيفة، رفضت كلها في كل الدول العربية وغير العربية. تخرجت بزنس أعمال، كلية دراسات الأعمال، وأيضا بامتياز وتفوق تخرجت. مع ذلك لم أجد دولة ولا شركة تقبلني. انتهى الموضوع أقعد في البيت وأبكي؟ لا، قررت أن أتوجه إلى الكويت بدون ما أكون عندي في أي طلب، فيزا زيارة. ورحت لعدة شركات لأعرض خدماتي. في واحدة من الشركات عجبتني أن أعمل فيها، قال لي بس إحنا ما عندنا وظائف، ما عندنا موازنة لتعيينات جديدة. قلت له أنا مش طالب راتب، أنا بدي أشتغل مجانا، بدي أتعلم وأتدرب على حساب. فإذا بتاخذني بدون راتب أنا بكون ممنوع. طبعا حلو، أي شركة في الدنيا تلاقي موظف يشتغل مجانا نعمة من الله. قال لي اتكلنا على الله، تفضل. اشتغلت بدون راتب حوالي سنة. بعد السنة عينت بالوظيفة وثبت، لأني أثبت أني أستحق أن أكون موظفا في الشركة. وبالمناسبة أنا 1000 رسالة اللي جاني عليهم نعتذر لعدم وجود شواغر، إنك ليس لديك خبرة، لسنا بحاجة لمؤهلاتك، كذا كذا، كلها محتفظ فيها بشنطة ملابس كبيرة أحملها معي أينما سافرت لأستقل، لأني بعد الكويت سافرت إلى كندا بسبب العدوان على الكويت الذي حصل من صدام حسين. ومن كندا رجعت إلى الأردن أيضاً معي الشنطة لليوم عندي محتفظ فيها، لأذكر نفسي. ودائماً أنا أقول لأبنائي الشباب، أنت لا تفشل عندما تفشل، أنت تفشل عندما تنسحب وتستسلم. الفشل ليس نهاية، الفشل والنجاح هما طرفا جسر، كل منهما يؤدي للآخر. فإذا أنت فشلت تنهض مرة ثانية واستفيد من تجربتك في الفشل لتنجح. النهاية ليست في أي فشل، بل في الاستسلام. إذا أنت استمريت فأنت لم تنهزم ولم تفشل، ما زلت في المعركة. أنا لأنني أحب أمتي العربية وصارحها، وأنا عارف إنه هذا خلق لي كثير من
السلبيات والأعداء في بعض الأحيان، خصوصاً أن لي آراء يعني لا يحبها بعض، مثل مثلاً إصراري على أن الراحة مضرة بالصحة، وأن الإنسان ما دام يشتغل فهو حي، وعندما يتوقف عن الشغل هو حقيقة ميت، لأن حياة الإنسان هو بما ينتج ويعمل. هذا بالنسبة لذلك أنا دائماً أصر على أن النجاح والحياة هو أنك أن تعمل. أنا أعمل 7 أيام بالأسبوع مش 5، الجمعة والسبت اللي هي العطلة الرسمية بداوم فيها أكثر من بقية الأيام، وأنا في هذا السن، ولذلك أنا بهذا السن أستطيع أن أستمر ولن أموت إلا وأنا واقف. ما بدي أموت وأنا نايم، أبقى واقف إلى أن يأخذ الله وديعته، ويمكن يكون بكرة، ما عندي مشكلة. أنا ما عندي مشكلة، أنا إنسان مرضي، بعتبر أنه أي شيء هو هذا القدر الصحيح.